سيدتي سادتي السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. لو ستاد تاع براقي الي فان بري اي با الى فالي دو طون. لي طرافو بداو ا ما كونيسونس اون 2008 رانا 2022 دونك 14 سنه. كان يعني بكل صراحه في بلدان متقدمه كيما الالماني اكسيتيرا 14 سنه يكونستروييس اون فيل. بون واش عليه، قال لك غير ني تخوطا. دونك الي فان بري لينوغوراسيون تكون ربما في سبتمبر، وين ممكن تلعب فيه يلعب فيه الفريق الوطني. انا علاش درت هاد لا فيديو، درت هاد لا فيديو يعني باش نقول السلطات المحليه والسلطات المعنيه باللي هاد ستات براقي يعطيولو اسم لاعب كبير ومد الفريق الوطني ومد الجزائر ومد لافالان ومد الثوره الجزائريه، هو مصطفى زيتوني. يعني جو بونس كو سي لو ميور نو كي بو افوار هاد لو ستاد تاع براقي، ان ستاد دو 40000 سبيكتاتور، وجاي قريب الي قريب في القلب العاصمه. دونك براقي فو زافي فو ديماري دو باغ اكزومبل دو بير خادم ولا دو كوبا. سيدي دو كوبا فو زافي اكزاكتومون واحد 10 مينوت بور اريفي او ستاد كي تكون طريق فارغه. دونك هاد ستاد هذا راهو في قلب العاصمه. انا نطلب من السلطات المعنيه بالامر ان تمد الاسم هذا ستاد براقي مصطفى زيتوني. اللي ما عارفش مصطفى زيتوني، مصطفى زيتوني لاعب كبير ان سيرتان مومون كي كان يلعب في موناكو كان يعني كلاسي دابري لي سونداج مير اريير سنترال في العالم، مير اريير سنترال. هذاك الوقت كانوا يلعبوا لو ليبيرو. لو ليبيرو سي تافجير سي ان ديفونسور دو شارم، ماشي غير يديفوندي برك، يدير مام لي يكونستروي مام لو جو كيما بيكامبوار كيما مغاريا كان عندنا، كيما هدفي الله يرحمه، هدفي ميلود هدفي سي ان ديفونسور دو شارم. بورتون لو غاباري تاع هدفي ما كانش حاجه كبيره، كان يفوزي 1.78 كرو. مي مصطفى زيتوني سيتي 1.95 ولا 92 كلك شوز كوم سا، سيتي ان جوور ديكسيبسيون. هاد الناس هادو لازم يقعدوا في التاريخ، هما المدو مدو ايزون كونستروي و ايزون دوني بوكو بور لا ليبراسيون دو لالجيري، هو مخلوفي سوكان بنتيفور زوبا اكسيتيرا اللي كانوا يلعبوا في الخارج واتصلوا بال وتلحقوا بالفريق الوطني تاع لافالان ويزون ريبريزونتي دينيومون لالجيري دون لو موند اونتي. ما قدروش يلعبوا غير في لي بي دو لويست، باسكو لي بي دو لويست كانوا مع فرنسا. دونك ils ont joué surtout في لي بي دو لاست و في لازي. اي بيان سور في ال في ال في الم في الموين اوريون، العراق مصر اكسيتيرا. دونك يعني جي في هاد لا فيديو باش بوغ فيغ ابل اوز اوتوريتي كونسيرني بور دوني لو نون du stade Braqi, lui donner le nom de Mustapha Zitouni. Et pourquoi pas le nahar l'inauguration du stade de Douira, il se met au Hassan Lalmas. Pourquoi pas Hassan Lalmas, c'est un grand joueur, joueur d'exception qui a donné beaucoup à l'équipe nationale. Voilà, je voulais vous dire à l'Khawa. درت هذه la vidéo تفكرت مصطفى زيتوني الله يرحمه كي تي برومو اون كارير ديكسيبسيون وين كان يحوسو عليه الريال دو مدريد، إلا شوازي لالجيري بور ريبريزونتي لالجيري، وإلا إلا أبوندوني اون كارير
une carrière footballistique d'exception. Voilà, je habite un Goulkoum, un Goulkoum, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.